أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى افتحال نبينا الأكرم سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. اللهم وتقرر منذ العام الماضي بأن تكون هناك محاضرتان أو ثلاث في خصوص النبي صلى الله عليه وآله فيما له علاقة بالنبي. اخترت في هذا العام أن يكون الموضوع تحت عنوان السيرة النبوية قبل البعثة. ولكن قبل أن أبدأ لابد وأن نستذكر أن هذه أول محاضرة لي بعد رحيل الحج رحمة الله عليه. نقرأ الفاتحة. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام في الخطبة القاصعة رقم 192 من نهج البلاغة، وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. حديثي سيكون مقسما إلى قسمين: قسم يرتبط بسيرة النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة فيما جاء في القرآن الكريم، وسيرة النبي صلى الله عليه وآله في بعض المرويات في بعض الأحاديث. وهذا سيقسم إلى قسمين، الليلة إن شاء الله نتكلم والليلة المقبلة. وفي الأثناء سيكون عندي بعض الملاحظات، لا سيما فيما له علاقة في كيفية قراءة الخبر التاريخي وتقييمه. هذا أمر مهم لما نأتي إلى رواية ترتبط بأمر تاريخي، حدث تاريخي، كيف نقيم هذه الرواية؟ ما هي المعايير التي تحكم في هذا المجال؟ وبالتالي نبدأ مع القرآن الكريم. حقيقة أول ما نشهده في القرآن الكريم فيما يرتبط بسيرة النبي قبل بعثته سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. عندنا موردين في القرآن حسب التتبع، موردين في القرآن تحدث فيهم القرآن الكريم عن النبي قبل البعثة. هذا أول مورد اللي هو سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. فبالتالي أول عنوان ذكر في النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتيما، واليتيم من الناحية اللغوية هو الصبي الذي فقد والده، والنبي صلى الله عليه وآله ولد في خلال فترة الحمل، توفي عبد الله أو في أول الفترة، يعني ما أسعف الوقت أباه أن يصل من المدينة، لأن عبد الله كان مسافر إلى المدينة، وأخوال عبد الله أخوال أبو النبي موجودين في المدينة، فما أسعف الوقت أن يأتي ويصل بعد ولادة النبي فيرى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا إما أن نقول أنه توفى وهو في بطن أمه أو بعد ولادته بقليل. ثم توفيت والدته وهو في طفولته الأولى، كم كان عمره في اختلاف، ناس يقولون 4 سنين، ناس يقولون 6 سنين، ناس يقولون أكبر من هذا. ثم عبد المطلب اللي هو كان كافل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمثابة الأب، لأن أبا الأب هو أب في النهاية، أيضا توفي والنبي في عمر 8، يعني كل هذا في مرحلة ما قبل البلوغ، وبالتالي
هو في حالة الصبا، فإذا عنوان اليتم تحقق أكثر من مرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى، هذا العنوان الثاني اليتم، وعنوان أنه كان ضالا. يبقى هنا عنوان أنه كان ضالا، هذا يحتاج إلى وقفة حتى نفهم ما المراد من هذا الظلام. الظلام ما يراد منه من الناحية اللغوية دائما هو أن الإنسان ينحرف. إحنا إذا قلنا ضال يمكن ذهننا يروح إلى معنى الانحراف، أن هذا الإنسان منحرف، فسلك غير سليم طريق الهدى وسبيل الهدى. لكن من الناحية اللغوية ممكن هذا يكون هو المراد، وهناك معنى آخر وهو عدم الاهتداء، يعني واحد يوقف أمام طريقين مثلا، يروح يمين ولا يروح يسار فيوقف. هذا الوضع اللي هو واقف فيه ما يدري يروح يمين ولا يسار أيضا يصدق عليه من الناحية اللغوية أن هذا الإنسان ضال لطريقه، مو عارف وين طريقه، وبالتالي يصدق عليه أنه ضال. ليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل، فالضلال هو عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى المكان المقصود، سواء سلك طريقا يبلغ إلى غير المقصود فعلا أخذ الطريق الخطأ، أو أن وقف حائرا لا يعرف أي طريق يسلك. علامة الطبطبائي هنا يأخذ المعنى هذا وقدم لنا تفسير الآية كالتالي، يقول ووجدك ضالا يعني لا هدى له صلى الله عليه وآله ولا لأحد من الخلق إلا بالله سبحانه، فقد كانت نفسه في نفسها ضالة، يعني هو بكونه ليس هو الله كون مخلوق، الحالة الأصلية للمخلوق أن لا يعرف ما هو طريق الهداية، من الذي يهديه؟ الله سبحانه وتعالى. فالآية تريد أن تقول بأن النبي بطبعه البشري يعتبر كان غير مهتدي، غير عارف بطريق الهداية، يعني ما عنده التفاصيل. احنا نقول كل انسان يولد على الفطرة، ما هي هذه الفطرة؟ فطرة التوحيد. طيب هذا التوحيد كيف يترجم على الارض؟ شلون الانسان يرتبط بالله؟ كيف يخاطب الله؟ كيف يعبد الله؟ كيف يعرف تفاصيل الشريعة؟ كيف 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 الله يهديه؟ فبالتالي الانسان قبل ان يعرف هذه الامور هذا الإنسان في حالة ضلال، لا بمعنى انحراف وإنما عدم اهتداء. فلما الآية تقول كذي يقول علامة الطبائي سواء كنا نتكلم عن النبي أو أي إنسان، النفس البشرية كونها بشر مخلوق هذا معناه أنه غير مهتدي، وإن كانت الهداية الإلهية ملازمة لها منذ وجدت. نعم هو في طبعه هكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى تدخل من البداية وأوجد سبل الهداية لرسول الله صلى الله عليه وآله. فالآية تريد أن تقول هذا، أنه لولا الله لم يهتدي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تفاصيل الإيمان والشريعة وغير ذلك. هذا هو معنى ووجدك ضالا فهدى. سيد فضل الله أيضا يؤكد شيء من هذا القبيل، يقول الضلال لا يمثل السير في الخط المضاد للهدى، يعني عندنا طريقين، طريق يوصلك طريق ما يوصلك. الضلال لا يعني أنك سلكت الطريق الذي لا يوصلك أو المنطلق مع الانحراف، بل يمثل فقدان الخط الذي يحدد نقطة البداية والنهاية فيما هو خط السير. فرعاك الله يا رسول الله بهدايته فيما ألهمك من الرأي السديد ومنحك من الفكر العميق وأنزل عليك من رسالته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كون بشر بطبعه ما عند التفاصيل، من الذي دله على تفاصيل الهداية ووضعه على الطريق؟ هو الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى. وهذا يقودنا إلى المورد الثاني من القرآن اللي يتكلم فيه عن الرسول صلى الله عليه وآله قبل البعثة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري قبل البعثة
ما كنت تدري ما الكتاب. الآن سواء فسرنا الكتاب يعني ما هو مكتوب عليك، يعني محتوى التشريعات الإلهية والتعاليم الإلهية، ما كنت تدريها. أو الكتاب يعني القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تعرف الأشياء، ولا الإيمان، ما كنت تعرف تفاصيل الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا معنى ووجدك ضالا فهدى. إذا وجدك ضالا فهدى تساوي الآية رقم 52 من سورة الشورى. وقيل في رأي آخر يقول لا، وجدك ضالا بين الناس لا يعرفون حقك، يعني الناس كانوا ضالين بحقك فهدى الناس إليك. طبعا هذا تأويل، والتأويل ما نروح له إلا إذا عجزنا عن التفسير بالشكل اللي فسرناه قبل قليل. رأي آخر قال إنه إشارة إلى ضلاله في طريق مكة. مر النبي صلى الله عليه وآله حليمة السعدية اللي راح نتكلم عنها، لمن هي جابته من البدو إلى جده في مكة في الطريق النبي ضيع، فوجدك ضالا، فرجع النبي صلى الله عليه وآله مرة ثانية إلى القافلة. رأي ثالث يقول إشارة إلى ما روي من ضلاله في شعاب مكة صغيرا، كان صغير عايش في مكة، يوم من الأيام ضيع. شعاب يعني الطرق اللي بين الجبال، فضيع ما عرف يرجع إلى بيته، فوجدك الله سبحانه وتعالى ضالا، فالله دلك على الطريق إلى بيتك. وقيل إشارة إلى ما روي من ضلاله في مسيره إلى الشام، لا لما كبر وسافر مع أبي طالب في سفرة تجارية في قافلة ميسرة اللي كان هذا خادم السيدة خديجة، وبالتالي في الطريق شو اللي حصل؟ ضيع النبي القافلة ووجدك ضالا، فالله أرشدك إلى الطريق الصحيح. علامة الطبائي يقول وقيل غير ذلك، وهي هذه الآراء كلها وجوه ضعيفة وظاهرة الضعف. الآية ما قاعد تتكلم عن هذا الموضوع. الآية تقول بأن الهداية بتفاصيل الإيمان والشريعة والكتاب حصلت من عند الله، لولا الله لما حصلت عليها. هذا معنى الآية. ثم المفردة الثالثة أن النبي كان عائلا، ووجدك عائلا فأغنى. العائل في الناحية اللغوية هو الذي لا مال له، فقير ماديا، والفقر يسمى عيلة. وإن خفتم عيلة خفتم فقرا ماديا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. فإذا عائلا يعني من الناحية المادية ما كان عندك أموال، كيف أغناك؟ أغناك بحيث أنه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة، سيدة خديجة كانت ثرية، وبالتالي تعدل الوضع المادي للنبي صلى الله عليه وآله. مولد النبي يمكن كثيرين يعرفون وين مولد النبي صلى الله عليه وآله، محله هو مكتبة حاليا اسمها مكتبة مكة المكرمة. حتى نشوفها من هذه الخريطة، نشوف هنا المسجد الحرام، هذه الكعبة المشرفة، وهذا هنا موقع مكتبة مكة اللي هو المكان الذي كان بيت عبد الله. هذه المنطقة اللي كانوا فيها بني هاشم يعيشون فيها، بيت أبو النبي صلى الله عليه كان هني، ولد النبي صلى الله عليه في هذا المكان. نقرب أكثر نشوف الصورة هني، هذا هني عندنا الصفا، وهني عندنا بيت مولد النبي صلى الله عليه، وهذه الكعبة المشرفة. وبالتالي إذا واحد طالع من عند المروة بعد ما يخلص مثلا تقصير في العمرة على سبيل المثال، ويطلع على اليمين إلى الخارج، راح يلقى مكتبة مكة على إيده اليمين اللي هي مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تحولت إلى مكتبة في العهد السعودي. طيب الآن شوية معالم المنطقة تغيرت مع الهدم الكذا اللي صار، لكن المكان هذا يبدو ما زال موجود. الآن هذا في القرآن الكريم فقط، القرآن تكلم عن النبي صلى الله عليه وآله بهذه الحدود لعهد ما قبل البعثة. في المقابل نلقى القرآن يتكلم عن نبي موسى شلون ولد، وشلون انحط في الماء، وشلون أخذوه وأمه وأخته وكذا، كل تفاصيل لقيناها عن النبي موسى.
نأتي إلى النبي عيسى عليه السلام، أيضا نلقى بعض التفاصيل موجودة مذكورة في القرآن الكريم. نروح للتوراة شلون تكلمت عن النبي موسى، أيضا تكلمت عن شلون ولادته كان. نروح للإنجيل شلون تكلم عن ولادة عيسى عليه السلام، نلقى تفاصيل، لكن في القرآن ما عندنا. وهذا راح يفتح باب أمام الرواة، أمام القصاصين، أمام اللي يبي يدس اللي يدسه، أمام اللي يبي يضخم صورة، أمام اللي يبي يدس بعض سمومه، بالنتيجة المجال راح يصير مفتوح إن يدسون ما يدسون، وإن القضايا تقدم على غير حقيقتها أو تقدم الصورة مشوهة. وبالتالي علينا أن احنا نسلط الضوء، نقرأ في هذه السيرة ونشوف شنو نقدر نقبل وشنو ما نقدر نقبل. فإذا قراءتنا الآن ماذا جاء في كتب السيرة وكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مولده إلى مرحلة ما قبل البعثة. طبعا ما راح نغطي كل الروايات، ناخذ بعض النماذج فقط. قبل ما أتكلم هني في مقدمة مهمة جدا حول معايير تقييم الروايات التاريخية، لابد أن ننتبه في روايات هي من أصلها من عرجها بتعبيرنا هي روايات مكذوبة، أصلا ما صارت أبدا، ما لها أي يعني مصداقية من الأساس. وفي نوع ثاني من الروايات عموما، أنا ما أتكلم فقط عن النبي فيما قبل البعثة، عموما في روايات في التاريخ مزيد عليها، يعني أصل القصة حقيقية ولكن في إضافات كثيرة، وفي روايات منقوص فيها ومنقوص عنده، يعني يشيلون مقطع يخليك ما تفهم شنو القصة، ليش صار بهذا الشكل، أو مثلا يشيلون بعض الأسماء لغرض معين. روايات فيها أخطاء، روايات فيها تغيير في العبارات، روايات فيها تغيير في الأسماء، روايات فيها تغيير في تفاصيل أخرى ترتبط بالمكان أحياناً. هذه الجمعة اللي فاتت كان عندي بحث في خطبة الجمعة عن زواج النبي من سيدة صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، كانت يهودية وهو يهودي من كبار اليهود كذا، حتى يضيعون في مفردة معينة يخلونك أنت يعني تسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله كما يحصل هذه الأيام على الإنترنت. كلمة واحدة بدلوها، مكان اسمه سد الصهباء سووه سد الروحاء، بينهم تقريبا 220 كيلومتر. ليش؟ لغرض معين انا طرحته في البحث هناك، بس هكذا شيل اسم ويحط اسم ثاني، وفي قصد معين هذا يتم من اجل يصير عمليه تمويه على السامع، وبالتالي في اشياء متعمده تحصل، واحيانا لا يخطئ البشر بالنتيجه يخطئون. فهذا كله يستدعي إن ما نقدر إحنا الرواية ناخذها حتى لو أعجبنا بمضمونها باعتبار أنها تناسب مثلا مزاجنا أو كذا نقبل فيها بشكل مؤكد، وإنما علينا أن نبحث ونتساءل. ثم لا ننسى أن في أفراد متخصصين في الروايات التاريخية، وهذيلة كانوا موجودين في القرن الأول الهجري، في القرن الثاني الهجري، يعني البدايات اللي بدأوا يكتبون فيها ماذا؟ السيرة النبوية والتاريخ. فذيلا كانوا متخصصين في هذا المجال وما دخلوا في هذا المجال ببراءة. احنا عندنا ظنون في بعض هالأشخاص أو عندنا أدلة أن بعض هالأشخاص ما دخلوا إلا بنوايا سيئة لأهداف معينة، كل واحد منهم تفرغ لمجال وتحول في مجاله بتعبيرهم إلى إمام من أئمة كذا، إمام من أئمة التفسير، إمام من أئمة التاريخ، إمام من أئمة كذا، وكل واحد منهم كان متخصص في هذا المجال لغرض ما. وبالتالي لما ندرس بعض اللي تخصصوا في مجال التاريخ وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نلقى له أصل يهودي، نلقى له أصل مسيحي أو أصل من دين آخر، ويتحول بقدرة قادر إلى إمام من أئمة التاريخ واللي يكلمونا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ما يعطي يعني على الأقل مجال لاحتمال أن هذا يكون يدس شيء، وهذا الواقع. راح ناخذ بعض الأمثلة شلون لينا شبوها وصورة النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان السيرة النبوية وعنوان المغازي. وبالتالي ذين اللي يو في القرن الأول القرن الثاني منو أخذ عنهم؟ أخذ عنهم أصحاب الموسوعات. ذيك الكتب راحت اللي كتبوها، لكن وين انتقلت؟ انتقلت إلى الموسوعات، مثل موسوعة الطبري، مثل موسوعة ابن كثير بداية والنهاية،
وبالتالي الإنسان مثلا السيرة النبوية لابن هشام، هذه الكتب متأخرة عهدا عن النبي، طائف 250 سنة 300 سنة 600 سنة، وبالتالي ذلك من وين يابوها الأحاديث؟ يابوها من كتب سابقة ومرويات شفوية. لما ندرس اللي رواها في البداية راح نلاحظ عليهم علامات استفهام، لكن للأسف لما ندخلت إن موسوعة الطبري وغيره البعض يأخذها أخذ مسلمات، وقدمت بعض الروايات هذه أحيانا كسيرة نبوية يغلط بها ما جاء في القرآن، أو يؤول بها ما جاء في القرآن، أو لا يذكر هذا الشخص هذا الباحث ما جاء في القرآن بهالخصوص ويذكر الرواية الجاية في الكتاب التاريخي، والحال أن المضمون اللي موجود في القرآن يتعارض معها. راح نأخذ بعض الأمثلة بعدين نشوف مثلا من الأشخاص الخطيرين حقيقة على مسار قراءتنا لشخصية النبي ولسيرة النبي، وهب ابن منبه، هذا الولد سنة 34 هجرية يعني بعد وفاة الرسول، وتوفى 114 هجرية يعني عاصر القرن الأول بداية القرن الثاني. وهب ابن منبه عنده عدة كتب، ولكن ما وصلت لنا هالكتب تقريبا، وصلت لنا من خلال اللي خذوا عنا ونقلوا عنا. ولد في دمار باليمن، حتى نعرف وين صايرة دمار. شوف هذه الخريطة هني في اليمن، هذه صنعاء تحت هني الجنوب، تقريبا مسافة يومين على أيام اللي كانوا ينتقلون بالإبل وكذا، كان يحتاج مسافة يومين حتى يوصلون. هذه تقريبا 70 كيلومتر أو شيء بينهم، جنوب صنعاء، هذه منطقة دمار. نشوف إن بعد الخريطة شوية أكثر، هذه هني المدينة المنورة، عفوا مكة المكرمة، وفي شمال المدينة، وبعدين دمار هني صايرة. فهو انتقل مو لله، انتقل هذا من دمار إلى المدينة المنورة، وصار أحد المتخصصين بحيث أنه أثر فيما وصلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصيته في سيرته. أبوه يهودي وأصله أفغاني تعبيرنا اليوم، لأنه من هرات هذا الأبو، كان بلاد فارس كانوا ممتدين إلى عمان واليمن، كانوا محتلين هذه المنطقة في العهد اللي كان قريب من عهد النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي كان هناك في ناس جايبينهم من بلاد فارس وأفغانستان والهند، جايبينهم سكنينهم وين؟ سكنينهم في اليمن، نوع من الجيش وحرس وغيره وإلى آخره. فبالتالي هذا كان ابن أحد الذين جلبوا من هناك في أيام كسرى أنوشروان. كان وهب يتزهد، وهذه نقطة مهمة جدا، أنت لما تشوف قدامك واحد أو تتعامل مع واحد يكلمك في الدين بس هو زاهد جدا، مو يم الدنيا، ملابسه بيته كذا، تلقى حتى ما يتزوج ما يبي عيال، عازف عن الدنيا، ما عنده لا تجارة، يأكل كسرة خبز وكذا، ويتكلم لك عن الدين، ما تتأثر فيه أكثر من ذاك اللي عنده سيارة كشخة وعنده بيته وزوجته وعياله. واضح الناس ميلهم بهذا الاتجاه أكبر. مجموعة من الأشخاص تخصصوا، الآن ما أدري عمدان ولا هم هالشكل صارت السالفة، كانوا مما يسمون بالزهاد، قمة في الزهد، رؤوس الزهد في ذلك الزمان، تخصصوا في تحريف المفاهيم ووضع الأحاديث، تحريف القرآن، وضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالأدلة والبراهين وكذا. وهب ابن منبه على كثر ما ياب من أشياء مزيفة وأضر بتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن، كان هو شخص شلون يأخذ منه، كان يتزهد. وأكثر ما يروى عنه روايات تاريخية يخلط معها الوعظ والإرشاد، فالناس بعد تقبل أكثر. ومن مصادر أهل الكتاب، يقول أنا جبت من الكتاب الفلاني، من كتاب النبي الفلاني، من كتاب النبي الفلاني. ياقوت الحموي يقول الأخباري، الأخباري يعني متخصص في الأخبار، الأخباري صاحب القصص، كانت مسبة هذه يوم من الأيام، إذا قال واحد قاص في زمن الإمام علي كان يمسك الخزران يلحقهم إذا دشوا المسجد، هذيلا مثل كتاب السيناريو ملوت هوليوود، مثل ذيلا اللي يألفون القصص الفيكشن في هذا الزمن. كان في ناس متخصصين عندهم خيال خصب، يجيلك ياخذ شخصيات حقيقية أو وهمية أسطورية ويوقف بالمسجد ويقول له قصة،
وبعدين شايفين مثل تروح لندن واحد يدق له مثلا موسيقى يقول له باوند نص باوند ما ادري كذا، ده شغلتهم هالشكل. يوقف يقول قصه وتالي الناس يقطوا له شويه فلوس ويمشي ويدور من ديره لديره، هذا شغله، هذا قافص يسمونه. كذاب يكون حيال انسان مادي يستغل الدين وعاطفه الناس. وهب كان من القصاصين، لكن ديلا للاسف في فتره من فترات العهد الاسلامي ارتفع شانهم وصاروا من الذين يقربون باعتبار انه يبون يقدمون قصص وتاريخ غايب عن الناس، خاصه انه كان عنده فن خاص انه زاهد يخلط الكلام هذا التاريخ الكذب اللي كان يجيب باسم التاريخ بالوعد، فالناس هني بعد يتسخسخون خلاص ياخذون اي شيء يقوله. كان كثير النقل من الكتب القديمه المعروفه بالاسرائيليات. يقول الذهبي عنه: كان اخباريا علامه قاصا، ادعى أنه قرأ ما بين 30 إلى 93 كتاب من كتب الأنبياء. واحد لما يقول كذي معناه هو شنو؟ فعلاً علامة في أخبار الأنبياء وكذا، فالناس يأخذون منه. نقل عن اليهود وعن المسيحيين وعن القصص اليمانية الشعبية وأدخلها في التاريخ الإسلامي. قدم أحياناً معلومات وقصصاً مغايرة عما في تلك المصادر، يعني محرف. يقول إن في التوراة كذا، في الكتاب النبي الفلاني كذا، لكن من ترجع ما تلقى القصة بهالشكل، أو تلقى أصلا ما لها وجود، كذب في كذب، ولكن بالدعاء إن هذه موجودة. اعتبر السخاوي أن رواياته غير صالحة للمؤرخين، فهو مو مصدر معتمد. ألف في المغازي، هذا هني الخطورة. مغازي يعني شنو؟ يعني السيرة النبوية. السيرة النبوية أول اسم لها كان عنوان المغازي، يعني الغزوات، بس هي تتكلم عن كل سيرة النبي، فهو كتب كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد هذه صفاته ومن أوائل الكتاب ويقدم لنا السيرة النبوية، وبعدين تدخل هذه في الموسوعات وتقدم لنا أنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في عندنا دكتور عبد العزيز الدوري، هذا مهم جدا، يعني يعتبرونه شيخ المؤرخين في الزمن المعاصر. عنده دراسات مهمة جدا في هذا المجال، عنده كتاب اسمه نشأة علم التاريخ عند العرب. يقول: لقد كان وهب ابن منبه قاصا قدم في مبتدئه، كتاب المبتدأ ماله، وفي أخباره عن اليمن أقاصيص وأساطير أوردها وكأنها تاريخ. تاريخ يعني شيء صار، قصص وأساطير يعني فيكشن، يعني شيء خيال. وبهذا أدخل عنصر القصة، أدخل الأسطورة إلى حقل التاريخ، كما يتبين من الروايات المأخوذة عنه لفترة ما قبل الإسلام في ابن إسحاق. وبالتالي غذى كتاب سيرة النبوية لابن إسحاق، من أخذ عن ابن إسحاق ابن هشام. واليوم كتاب تاريخ سيرة النبوية أهم وأول مصدر إي على بال أي واحد يبي يكتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن هشام ماخذ من منه؟ من ابن إسحاق. ابن إسحاق ماخذ من منه؟ وهب ابن منبه واليعقوبي وابن قتيبة والطبري والمسعودي، كما أنه أثر في قصص الأنبياء كما في كتب الكسائي والثعالبي. إن دور وهب ابن منبه أنه كان أول من وضع هيكلاً وإن كان قصصيا لتاريخ النبوة. اليوم تفتح تاريخ الطبري ما يبدأ لك من سيرة النبي، يبدأ لك من قصة آدم عليه السلام، قصص الأنبياء، بعدين تروح تلقى قصص الأنبياء للجزائري، قصص الأنبياء لما أدري منه. أول من أدخل هذه الأساطير والخرافات في هالكتب كان وهب بن منبه. يا هو ما ياب من عنده، أخذ من كعب الأحبار أحيانا ومن ناس ثانيين، دخلها هذه كلها وصارت اليوم باسم قصص الأنبياء. نقرأ بعيون باحثة عن الحقيقة ما نصدق، وايد فيها خرابيط وأساطير. ليش؟ لأن واحد من هالنماذج هو اللي كتب هذه في البداية، وقد أخذ عنه أو تأثر به من ناحية المادة أو الهيكل بعض المؤرخين التاليين، قلنا مثل الطبري على سبيل المثال. أخذنا واحد بن منبه مثال آخر، شخص خطير آخر أيضا كتب لنا السيرة النبوية، محمد بن كعب القرضي. قرضي يعني من بني قريظة، إذن هم شنو هو؟ بس يهودي من المدينة.
هذا أبوه، هذا مولود سنة 40 ومتوفي 108، أبوه كان من الأطفال اللي كانوا موجودين في بني قريظة لما صارت غزوة بني قريظة بعد خيبر، عفوا بعد الخندق سنة 5 هجرية، بعد الخندق صارت غزوة بني قريظة، فبالتالي هني هو كان أحد اللي يعني موجودين في هذه المنطقة. هذا ولده محمد بن كعب، فواحد عنده خلفية سلبية، عنده حقد، عنده تاريخ سابق يرتبط بآباء أو أجداده صراع، فهني تخيلوا هذا تحول إلى ماذا؟ كان أبوه من أسرى بني قريظة، تخصص في تفسير القرآن، اتلقوا تخصصات موزعين أدوار، كان تخصص في تفسير القرآن حتى يسمونه إمام في زمانه، إمام التفسير محمد بن كعب القرظي. وادعوا أن النبي صلى الله عليه وآله قال في شأنه، نبي أيضا تنبأ، قال لهم رحيلكم واحد سيخرج من الكاهنين، يقولون من بني قريظة ومن بني النضير أو بمعنى آخر، رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسه أحد بعده. واحد لما يسمع مثل هالإشاعة شو يسوي؟ يسافر يروح له. محمد بن كعب بن القرظي هذا يعد من أئمة التفسير. عن عون بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي. نحن عندنا مصطلحين، تفسير وتأويل، في فرق بينهم. لما يقولون تفسير يعني أشرح لك العبارة، لما نقول لك تأويل يعني نزلت في من؟ عن منو تتكلم؟ منو هذا الشخص اللي مذكور هني؟ أو راح تنطبق على منو؟ هذا معنى التأويل. فهو كان يقول أعلم واحد، إذا تخصص في مجال ماذا؟ في مجال إنه يقول ترى هذه الآية تتكلم عن علي، هذه الآية تتكلم عن فلان، هذه الآية تتكلم كذا، هذه تتكلم عن سنة فلانية، عن الغزوة الفلانية، عن الحدث الفلاني، هذه تطعن في فلان، هذه كذا. فبالتالي كان هذا شغله. ولذا تاريخ تفسير الطبري اللي هو مو تفسير، تفسير الطبري اسمه جامع البيان في تأويل آية القرآن. الطبري ما كان هدفه يشرح القرآن، كان هدفه يقول هالآية نزلت في منه، عن شنو قاعد تتكلم، ما يبي يشرح العبارة لأنه عربي مفهوم العبارة، بس عن منه تتكلم، كان هذا غرضه. فيكثر من النقل عن من؟ محمد بن كعب، وهب بن منبه، لأن هذيلا كانوا تخصصهم هذا المجال. فبالتالي كان محمد بن كعب القرظي يقص، هو كان من القصاصين، وهو قاعد في المسجد في الربذة وين مدفون أبو ذر في نجد، وهو قاعد يقول لهم القصة، طيب له صاروخ قوي جدا فسقط سقف المسجد على عليه وعلى أصحابه فمات، قتلهم يا جماعة. الله يعلم شنو الشغلة القوية اللي تأخذ، صار زلزال نزل على رأسه. هذا محمد بن كعب القرظي، وهو من الذين رووا قضية اللي ترتبط بالغرانيق، من رواة أسطورة الغرانيق. تعرفون أسطورة الغرانيق؟ سامعين فيها؟ الغرنوق طير يشبه البلشون، شيء طير أبيض مثل البجع بس صغير، ويقصدون يعني الآلهة الأصنام، أن النبي صلى الله عليه وآله قاعد يقرأ سورة النجم، فوصل إلى مناة الثالثة الأخرى، تلك إذا مناة الثالثة الأخرى، فشنو يا الشيطان؟ بدل جبريل قرأ على لسان النبي، فالنبي أخذ من الشيطان من إبليس بدل جبريل، وكمل الآيات بشكل يمدح فيها الأصنام، عبادة الأصنام. تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، فاسجدوا المشركين وقالوا رضينا خلاص، الحين أنت جبت لنا حل وسط، مدحت آلهتنا فإحنا الحين راضين عنك. فاستانس الرسول، استانس كذا، وما يدري الرسول أن هذا مو من عند الله والعياذ بالله. وبالليل لما بالليل نزل جبريل، هم جبريل مضيع ما يدري شو السالفة عليه السلام، نزل حق الرسول قام يقرأ له مرة ثانية سورة النجم، يا رسول الله تعالى راجع لك سورة النجم، قرأ وصل الرسول عند هالآية، كان يقرأ تلك الغرانيق الأخرى. أنا ما يبتك هذا، من وين يبتك؟ بلا تقرأ، فعرفوا أن منه الشيطان قطع على لسان الرسول وقال.
هذه أسطورة الغرانيق، أحد رواتها منه هذا اليهودي، وهذا أيضا هو صاحب مؤلف هو وعطية القرضي، أيضا واحد ثاني من بني قريظة، أثنين هم افتروا على الرسول إن في غزوة بني قريظة لما نمسكوا الأسرة يابوا الأسرة وقفهم الرسول هني اللي عنده لحية وكذا مبين ريال عود عطاه حق إمام علي والزبدة ربوا بصراصهم، واللي مو مبين ولد ولا يعني مو بالغ ولا بالغ كشفوا عن عوراتهم أمام الناس قدام الرسول واقف ينزلون أزرهم ويطالعون إنه بالغ ولا لا، اللي بالغ بصراصه، فقتلوا في ذلك اليوم 900 من بني قريظة. من اللي مطلع هالقصة؟ ها وهي عطية القرظي، وإلى اليوم على الإنترنت تشنع صورة النبي، تقدم إن هذا الإنسان الدموي اللي قتل الناس أبرياء أطفال شنو ذنبهم؟ واحد عمره 15 سنة شنو مسوي هذا حتى تقتله؟ من اللي مطلع هالقصة؟ ها هذين تخصصهم، وهذا لما يتخصص في تأويل القرآن، في تأويل القرآن يعني المصدر الأول المهم بالنسبة لك أنت، المرجع بالنسبة لك، فلما أنت تفهم الآية تتكلم عن من، تأخذ مصدرك من هذا اليهودي. طيب في نقطة مهمة أخرى، وهي أن إحنا ما نقدر ندرس روايات التاريخ بالطريقة اللي ندرس فيها روايات الفقه. مثلا من أساليب دراسة روايات الفقه منهج اللي كان معتمده سيد الخوي. سيد الخوي كان يسوي إيه؟ يدرس السند أول شيء، يدرس السند، سند يعني الرواة، يشوف السند هذا معتبر مو معتبر كذا، بعدين ينتقل إلى المضمون فيقول هذه الرواية سندية صحيحة كذا إلى آخره. إحنا هني ما نقدر ندرس روايات التاريخ بهالطريقة، إذا درسناها بهالطريقة ما راح يصفح عندنا ولا شيء، ولا شيء تقريبا، ولا شيء إلا رؤوس أقلام، يعني يقول صار شغلة فلانية، صارت شغلة، مش لون صارت كذا ما نقدر، لأن ما عندنا أسانيد نقدر نعتبرها صحيحة بالطريقة اللي ندرس فيها الأحاديث اللي مرتبطة بالفقه. ولذا أحد أهل الاختصاص اليوم، واحد من أهم المختصين في مجال التاريخ عندنا، الشيخ محمد هادي الغاروي من المعاصرين من علماء قوم، يقول إن محاولة الوصول إلى أقدم النصوص، ليش أقدم النصوص؟ أنت لما يكون عندك قصة حادثة معينة فيها روايتين، واحدة مزامنة للحدث أو قريبة من الحدث، وواحدة انروت بعد 500 سنة، أي واحدة أنت تقبل؟ الأقرب ولا الأبعد؟ الأقرب عادة. تخيل أنت عندك نبع ماي نهار، هذا النبع يمتد مسافة 100 كيلومتر، لو خيروك أن تشرب من مكان اللي ينبع من الماء أو بعد 100 كيلومتر من أي تشرب؟ واضح من يمنع لأنه يتلوث بالطريق. فهني يقول أن محاولة الوصول إلى أقدم النصوص وأقوالها، شنو اللي أفضل من بينها من حيث المضمون، تتطلب مقارنة النصوص المتوفرة في الموضوع، نقارن بينها، وملاحظة المرجحات. المرجحات باكر إن شاء الله نتكلم عنها، إحنا اليوم ما نتكلم عنها، التي تنصر نصا على آخر، نقبل هذا ما نقبل ذا، أو خلو نص من الكثير من نقاط الضعف دون النص الآخر فيصير هذا أفضل من هذا. إن النظر إلى السند الروائي في البحوث التاريخية يجرني إلى ملاحظة طال الحوزويين عام، يقول مشكلة الحوزويين لما يبي يدرسون التاريخ يبون منهجهم مع دراسة الفقه ويبي يطبقونه على التاريخ، فكل ما يقولهم رواية قال هاي ضعيفة السنة ضعيفة السنة ضعيفة السنة، فيروي يرفض، يقول صدقوني إذا سوينا شيء ما يبقى شيء. أنا مختص وأدري شنو أسانيد التاريخ اللي موجود بينا، إن الاعتناء بالأمور التاريخية معدوم أو شبه معدوم في أوساطنا، ويمكنني القول إنه يقرب من درجة العدم. للأسف ما في اختصاص، ما في اهتمام في هذا المجال، إن قلة ممارسة البحث التاريخي وكثرة ممارسة البحث الفقهي والتعامل مع النصوص والمستندات الفقهية أدى ويؤدي إلى مطالعة المصادر التاريخية بنفس الآليات التي تطالع بها النصوص الفقهية. شيء أدى هذا؟ لا يجدر مناقشة
الموضوعات التاريخية بآليات النقد السندي الفقهية، ولا سيما إذا نبي ندرس قصة كربلاء ما حصل الإمام الحسين عليه السلام، فإننا إذا أردنا مناقشتها بهذه الكيفية فلن يسلم فيها شيء. إذا تبي تدرس أسانيدها بالنتيجة أنت ما أخذها من تاريخ الطبري، أنت عندك الطبري موثقة، لا أقول شيء أبسط شيء غير الأسانيد اللي هو يروي، هو ما أخذها من كتاب ما ندري شنو هذا ذيل الرواة لهذا الكتاب عندنا عليهم ملاحظات إلى آخره، وبعضهم ممن قتل الحسين ممن شارك ضد الحسين، يعني أكيد موثقة. فبالتالي يقول إذا أردنا مناقشتها بهذه الكيفية فلن يسلم فيها شيء، ولن يبقى إلا الموضوع الموثوق به، كان يقال قتل الحسين يوم عاشوراء، بس هذا اللي نطلع منه، أو قتل في عصر عاشوراء عطشانا في أرض كربلاء. شنو صار؟ ما راح نقدر نوصل حق ولا شيء. فخطأ أن نعمل منهج التحقيق الفقهي في منهج التحقيق التاريخي. في المقام يكفي أن يكون موجبا للوثوق. شلون موجب للوثوق؟ إن شاء الله هذا باكر ندرسه. وهذا ما حمل النجاشي اللي هو من المختصين في علم الرجال على التعبير به يركن إلى رواياته. نقدر نأخذ منه، قد يكون عنده شغلات غلط، قد يكون مو موثوق في أمور أخرى، لكن نقدر نأخذ منه. والوثوق يحصل عبر تجميع القرائن التي تتراكم وتؤدي بحساب الاحتمالات إلى الاطمئنان العرفي. فالمهم أن يحصل اطمئنان عرفي. ومن هنا لما راح أعرض الآن الروايات اللي ترتبط بمرحلة ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله حول سيرته، لابد أن نعرضها على هذه المعايير اللي أذكرها غدا. اليوم نأخذ نموذج من الروايات، باكر نأخذ المعايير، وكل واحد يفكر وفق هذه المعايير هل ممكن قبول هالرواية، قبول نصها، قبول جزء منها ورفض الباقي، رفضها كلها، يبقى هذا عند الإنسان لما يعمل هذه المعايير. وبالتالي قد نقبلها على أساس ظني محتمل، حتى ما نقدر نحلف على القرآن نقول هذا الشيء صاير، هذا ظن رواية، وقد نرفضها بكاملها، وقد نقبل قسما منها ونرفض القسم الآخر. خلينا نشوف نموذج من الروايات، مشاهد من أيام طفولته في السيرة النبوية لابن هشام. قال ابن إسحاق، ينا ابن إسحاق على طول هني، قبل شوي أنا قايل ابن إسحاق ماخذ من مصادر، واحدة من مصادره وهب ابن منبه، إذا ننتبه ابن إسحاق هو يعني يقول كلام صح، ممكن صح ممكن غلط، ممكن يكون جزء صح جزء غلط. يقول فلما وضعته أمه صلى الله عليه وآله أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام، فأته فانظر إليه. فأتاه فنظر إليه وحدثته، صارت آمنة سيدة آمنة تحدث عبد المطلب بما رأت حين حملت به، شافت رؤى كذا، صارت تخبر عبد المطلب وما قيل لها فيه وما أمرت به أن تسميه بالمنام كذا، أن سميه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق بعد ذلك فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة، هو مثابت عنده يقول يزعمون هكذا وصلني، فدخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها والتمس لرسول الله صلى الله عليه وآله الرضعاء. قال ابن هشام اللي قاعد ينقل عن ابن إسحاق، الرضعاء يعني المراضع، وفي كتاب الله تبارك وتعالى في قصة موسى وحرمنا عليه المراضع. قال ابن إسحاق فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة ابنة أبي ذؤيب اللي هي حليمة السعدية. رواية أخرى المنتقى في مولود المصطفى للكازروني عن برة، من هذه برة؟ برة بنت عامر بن حارث بن السباق ابن السباق ابن عبد الدار. عبد الدار هذا فرع من قريش اللي منهم مصعب بن عمير، مصعب بن عمير من بني عبد الدار، لقبهم العبدري، يقولون عبدري يعني من عبد الدار. كانت مسلمة من المهاجرات، عندها زوج اسمه قشير أو قيصر القرشي العامري، ولدت له ولد سموه إسرائيل، فصار هذا اسمه أبو إسرائيل، فالولد اسمه إسرائيل بن أبي
إسرائيل من أمة برة ما في معلومات عنها. قالت أول من أرضع رسول الله هي، نقدر نصدق هالكلام لأن هي من مكة، هي قرشية من بني عبد الدار وكانت مولودة في ذاك الزمان. أول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وآله ثويبة. من ثويبة هذه؟ أول مرضعة للرسول اللي ما تذكر عادة هي جارية أبي لهب. روي أنه أعتقها، أن أبو لهب أعتقها حين بشرته بولادة رسول الله، وقد أسلمت بعد البعثة. قيل يعني بعد ما بعث النبي وعرفت أكو شيء اسمه إسلام كذا أسلمت. ليش أسلمت مباشرة؟ أكيد بالطفولة النبي شافت على شيء. قيل أرضعت النبي أياما، وقيل بل أربعة أشهر، وذلك رضعت بلبن ابنها مسروح، كان عندها ولد وهي كانت رضعة، فصار مسروح أخو النبي بالرضاع، فهي أمه بالرضاع، أم النبي بالرضاع، ومسروح أخو النبي بالرضاع. كان رسول الله يكرمها حتى ماتت، وكانت السيدة خديجة بنت خويلد تكرمها أيضا. توفيت بعد غزوة خيبر سنة 7 هجرية. مو بس أرضعته، أرضعت أيضا حمزة بن عبد المطلب قبل النبي، فإذا حمزة أيضا عم الرسول وأخو الرسول بالرضاع. ولذا الإمام علي يروون هكذا اقترح على النبي الزواج بابنة حمزة في المدينة. قال له ليش ما تزوج بنت عمك حمزة؟ فقال لها أنت ناسي أنا راضع مع أبوها، فهي بنت أخوي، صح بنت عمي بس هي مت بالرضاع بنت أخوي. وأرضعت بعده بعد النبي أبا سلمة زوج السيدة أم سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، فإذا عن النبي كم أخو بالرضاع عنده؟ ثلاثة للحين. من حليمة أيضا راح يصير عمية، وكانت تدخل على رسول الله فيكرمها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إليها بعد الهجرة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر. عن حليمة في السيرة الحلبية، هذه من كتب السيرة النبوية، عن حليمة رضي الله عنها لما دخلت به صلى الله عليه وآله إلى منزلي، منزلي مو بيت، خيم، خيم في الصحراء، لم يبق منزل من منازل بني سعد إلا شممنا منه ريح المسك. وين صايرة منازل بني سعد؟ موقع منازل بني سعد بن بكر الهوازنية، هوازنية، هوازن وغطفان اهجموا على النبي بعد فتح مكة غزوة حنين، هم كانوا جزء منهم. ولذا ستدخل الشيماء اخت النبي بالرضاع وأخوها أخو النبي بالرضاع، راح يدخلون ضمن الأسرة اللي يمسكون في غزوة حنين، ثم النبي يطلق سراحهم جميعا. واسم الشيماء اللي اليوم متداول باسم أخت النبي بالرضاع. وين صاير؟ جنوب شرق الطائف، هي حاليا مجموعة قرى وبلدات تتبع محافظة الطائف، ويبعد مركزها عن الطائف حوالي 75 كيلومتر. ومعروف هناك أن منزل السيدة حليمة كان حيث القرية التي تعرف الآن باسم قرية الدهاسين بوادي الشوحطة، وحملت عدة أسماء ومنها الجنين والقرين، وتشتهر بين الناس باسم قرية مرضعة الرسول. نشوف الخريطة هنا، هذه مكة المكرمة المسجد الحرام، وهذا الطائف جنوب شرق الطائف، هنا منازل بني سعد. يعني إذا قلنا هنا 70 كيلو من مكة، هنا هم 70 كيلو، يعني قاعد نتكلم عن 150 كيلو. النبي كان بعيد عن أهله. وألقيت محبته واعتقاد بركته في قلوب الناس بشكل غريب، إن كان الناس يقولون هذا الولد مبارك، هذا الطفل هذا مبارك، حتى أن أحدهم كان إذا نزل به أذى في جسده أخذ كفه صلى الله عليه وآله فيضعها على موضع الأذى فيضرب بإذن الله تعالى سريعا، وكذلك إذا اعتل لهم بعير أو شاء حتى أنعامهم. قالت حليمة فقدمنا مكة على أمه صلى الله عليه وآله، أي بعد أن بلغ سنتين، ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، نبي أن يستمر معنا، لما نرى من بركته صلى الله عليه وآله. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي، يعني النبي، حتى يغلظ. وفي كلام ابن الأثير قلنا لها دعينا نرجع به هذه السنة الأخرى، فإني أخشى عليه وباء مكة،
فإذا يابت لعذرين حسب روايتين مختلفتين. الأولى قالت خلي شوية جسمه يكبر يصير لحم فيه وكذا أكثر ويشتد عوده ويصير أقوى. الرواية الثانية تبين شنو يعني أقوى، أقوى ليقاوم المرض، لأن مكة أنتوا شايفين جوها رطوبة مثل الحين تحت يعني بالسرداب إيش كثر رطوبة، مكة هناك رطوبة دائما وجوها مو نظيف لأنها محاطة بجبال إلى آخره. فتقول خلوا شوية يكبر يصير عنده مقاومة من الأمراض، فلم نزل بها حتى ردته معنا. الكازروني أيضا في المنتقى يقول فيما حدث سنة 7 من مولده سبعة، فإذا النبي بعد سنتين رجع مرة ثانية عند بني سعد عند حليمة السعدية. هذه الرواية عن مخرمة ابن نوفل القرشي. من هذا مخرمة؟ مخرمة ابن نوفل ابن أهيب ابن عبد مناف، هذا مو عبد مناف جد الرسول واحد ثاني، ابن زهرة جد السيدة آمنة ابن كلاب من المؤلف قلوبهم، إذا نعرف هذا ما دخل في الإسلام إلا آخر شيء فتح مكة. وكان كبير بني زهرة، والده نوفل هو ابن عم السيدة آمنة بنت وهب، أبوه ولد عم السيدة آمنة. فإذا هو بطريقة ما يصير للرسول. روت أم المؤمنين عائشة أنه جاء مخرمة بن نوفل فلما سمع النبي به قال بئس أخو العشيرة، يعني أنت المفروض من أهلنا وكذا كنت تساندني، لكن كان من الأشداء على النبي إلى أن صار من المؤلف قلوبهم. توفي سنة 54 عمره 115 سنة. ولده المسور ابن مخرمة، هذا إنسان أقل شيء يقول عنه سيء. مسور بن مخرمة صاحب رواية خطبة الإمام علي لابن أبي جهل، أكو رواية في الصحاح، صحيح البخاري مسلم كذا. أقول إحنا أكو مقولة دائما رواية عن النبي وآله، فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها. هذا إيش سوى؟ راح ياب قصة ألفها إن الإمام علي بغى يتزوج على سيدة فاطمة، ومنو يبي آخذ بنت أبو جهل؟ فالنبي غضب، راحت زهراء اشتكت له علي بيتزوج علي ومنو بنت عدوك يا رسول الله؟ فالنبي قال للرسول اما بنتي واما بنت عدو الله، ما لك حق تاخذ. فهني هون الامام علي منو صاحب هالقصه ما تروى الا عن طريق مخرمها. تدرون هم وين قالها؟ الامام زين العابدين راجع من كربلاء من الشام بعد كربلاء عند باب المدينه، استقبل المسور ابن مخرمه هذا ولده المسور، استقبل الإمام زين العابدين قال له عطني سيف والدك الحسين أخليه أمانة عندي أخاف بني أمية تغلبك عليه. الإمام رفض. شنو قال له؟ قال له ودي أقول لك قصة. شنو؟ عشان يجيب له قصة زواج الإمام علي من بنت أبو جهل. خيل إنسان جاي من مجزرة صايرة في كربلاء وهالتعب وهالكذا الوضعية يعور قلبه أكثر، ما تعطيني السيف أنا الحين أهديك. قال له القصة أنه أبوه كان يزوجه كذا والرسول قال كذا عن الزهراء، فواحد من هالنموذج هذا ولد مخرمة. طيب عن أمه رقيقة بنت صيفي، أم لعل الأصح رقيقة بنت أبي الصيفي ابن هاشم ابن عبد مناف، يعني أبوها يصير عم أبو النبي، فهي بنت أخو عبد المطلب. هذه رقيقة أم مخرمة. قالت تتابعت على قريش سنون، صار في جد، ما في ماي ما في مطر كذا، أقحلت الفرع. الفرع جمع فرع، والفرع هو شنو؟ أول المواليد الأولى من الماشية من الإبل ومن الغنم. أقحلت يعني صارت هزيلة لدرجة الجلد لزق بالعظم والجلد يصير ناشف ما في رطوبة بعد خلاص. وأرمت العظم فبينا أنا راقدة اللهم أو مهومة، يعني إما نايمة أو ها نص نص، ومعي صنوي شقيقي، فإذا أنا بهاتف صيت شديد الصوت، صوت عالي، واحد يصرخ ويقول يا معشر قريش فانظروا رجلا منكم، كأن هذا رأي رؤية شايف منام إن أكو واحد بدعاء راح ينقذ قريش من المهلكة هذه. فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما أبيض بضا أشم العرنين، هذه العظمة اللي فوق هني تحت أول الأنف إذا صارت بارزة كذي يقولون
أشم العرنين، هذا العرنين أشم يعني مرتفع القصبة هذه. سهل الخدين له فخر يكظم عليه، يعني فخر عالي جدا بحيث الواحد ما يتخلى عنه. ألا فليخلص هو وولده وليدلف إليه، فليأتي إليه ينضم إليه من كل بطن من بطون قريش رجل. ألا فليشنوا من الماء، فليغتسلون أو يتنظفون بالماء، وليمسوا من الطيب، وليطوفوا بالبيت سبعا. ألا وليكن فيهم الطيب الطاهر لذاته. لا تجيبون واحد ولد حرام، ولد شبهة كذا، يبوا أنظف ناس عندكم. ألا فليستقي الرجل وليؤمن، يستقي يطلب المطر، وليؤمن القوم، يعني هذا الرجل يدعي وذين يقولون آمين. ألا فغثتم إذا شئتم وعشتم، إذا تبون هذا سبيلكم للنجاة. تقول هذه فوالحرمة والحرم إن بقي الضحي إلا قال هذا شيبة الحمد، ما ينطبق إلا على عبد المطلب. فتتامت إليه قريش وانقض إليه من كل بطن رجل، فشنوا نظفوا وغسلوا ومسوا الطيب واستلموا الحجر الأسود وطوفوا طافوا سبع أشواط، ثم ارتقوا أبا قبيس الجبل اللي عليه الآن قصر هذا مال الضيافة الملك. وطفق القوم يدلفون حوله حتى قروا بذروة الجبل، استقروا هناك واستكنفوا جانبيه، صاروا على الجوانب، ومعه ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ غلام قد أيفع. فاعتضده فرفعه على عاتقه، رفع حطاني هذا العضد رفعه بالطريقة، ثم قال اللهم سابد الخلة وكاشف الكرب، أنت عالم غير معلم ومسؤول غير مبخل، وهذه عبيدك وإماؤك بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلف، فاسمعن اللهم وأمطرن علينا غيثا مريعا مغرقا. قالت فما رام البيت، ما رجعوا للكعبة حتى انفجرت السماء بمائها واكتظ الوادي بتجيجه، يعني بالسيل. ورواه اليعقوبي في تاريخه والسهيلي في الروض الألف عن البستي النيسابوري بإسناده عن رقيقة أيضا مستشهدا به، ويقول ليأكد هذه القصة إن أبو طالب شنو قال، وأبيضوا يعني النبي، وأبيضوا يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأراملين. إن شاء الله إن شاء الله نشوف شلون نقيم هالروايات باشر إن شاء الله دقائقنا عمر، ونكمل أيضا سرد مجموعة أخرى من الروايات بحيث أن نكون فكرة عن المرحلة الأولى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونختم بهذه الكلمة لأمير المؤمنين وهو يغسل رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء، ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون، ولكان الداء ماطلا والكمد محالفا، وقل لك قليل هذا في حقك، ولكنه ما لا يملك رده ولا يستطاع دفعه. بأبي أنت وأمي اذكرني عند ربك واجعلنا من بالك، والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.